ما يحدث في بيت المقدس، ما الواجب على الحكام والعلماء خاصة؟ الآن ما الواجب عليهم؟ إيش يعملوا؟ أنت عارف شو اللي صاير؟ الآن بقول لك، الآن في علماء بالسلاطين فراضين يتكلموا. قتل واحد جوا الأقصى بمسدسات وطخ اليهود، شو تستنى من دولة إسرائيل؟ جباني لو يصير عليها أربع حوادث بهرب الشعب كله، شو تسوي؟ حماس دخلته عمدا مشان تعمل لنا قصة، زي ما عملت لما خطفوا بالخليل جماعة، لما رفع يا رجل، لما رفعت السلطة العلم، تعرف هذا يعتبر في من منطق السياسة إنجاز. فرح العرب وزعماء العرب كلهم وقفة واحدة. مين اللي انجن؟ اثنين، نتنياهو وهنية. نتنياهو انجن قال هذا علم ما بعترف فيه، وهنية عمل عملية ثاني يوم جماعته في غزة عملوها بالضبط، صرفوا الناس عن موضوع العلم، كان نفس علم. صراع بينهم على السلطة والكرسي، ولا علاقة اليهود بالموضوع. وإلا إن كانوا غير متصارعين على الكرسي، فماذا تريد؟ تعال أعطيني، أنت مش في غزة، أنت شق ثاني، جيد؟ ماذا تريد؟ بدك تحرر فلسطين بالساعد والسلاح؟ تفضل. من بارح طلعوا وثيقة، بس كل شيء اعتراف بدولة إسرائيل، الوثيقة تبعتهم. مش علو ربهم أحد طواغيتهم، قال لهم معترفين بالدولة، شو الفرق بالله؟ ما الذي يريدونه؟ فعملوا هاي العملية داخل الأقصى عشان تصير انتفاضة، طلع شوي انقتل من الآن الناس. يعني إيش ما صار الفلسطينيين عزة، اخترعوا لنا فكرة السكين، قال طعن بالسكين، المسخرة هذه. احنا عادي، احنا مع من واحد يطعن اليهود سكين يطلع لنا اياهم فلسطين، بس احنا نيجي ننفع سكيني يموت منا 1000؟ ما استفدنا شيء. هاي المشايخ بيناقشوا بهي النقطة، هل هذا العمل سينفعنا؟ هل سينكي في العدو ام ينكي فينا؟ طبعا افيدكم فائدة، بتعرفوا طعنة السكين هاي من وين؟ افتح على جوجل، وفي هذه السنة لبس الامراء الدروع تحت الثياب من ضربة السكين من الحشاشين القرامطة الإيرانيين، مما يدلك على أنه هاي الدولة متصلة بالقديمين اللي مالوا أول مالوا تالي. بس غاب عنهم هؤلاء المغفلون شيء، أنه الإيراني اللي اخترع ضربة السكين ربي في بيت يهودي، فجاء اجوا بيوع الفجل أصحابه. ماذا فعل اليهود؟ ماذا فعلوا؟ استصدروا قانون وسعوا صلاحيات الجيش، أي عسكري وشرطي ورجل أمن يشك انه واحد معه سكين او بده يسحب سكين له الخيار بدفع عن نفسه، صار اذا فلسطيني حق تحت باب طخه، والله فكرنا بده يقول سكين، واحد قال اخي ظهر طلقه، في مده بضعه ايام وصل القتل ل 400، بطل يجيب الاخبار. افنش اذلوا الفلسطينيين بصراحه، بسبب مين؟ بسبب هالعملاء الايرانيين، اللي بيدير غزه ترى ايرانيين معروف، مخابرات ايرانيه، تدير غزه مخابرات ايرانيه، بتخططوا هاي الالعيب، ويجيبوا فلان ويمسكوا فلان، والاعدامات اللي بتصير هاي لا محاكمه ولا محامين ولا شيء، بحق هذا، بحق شو دخل في الاسلام هذا؟ تمسك انسان في الشارع تعمل له محكمه ولا محامين ولا شيء ويعدمون، عدم خيره شباب ممن يسمون بالمجاهدين والمناء قتلوا، هاي الطريقه. ها؟ شو المصلحه؟ ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ عما تبحثون؟ فلسطين واعترفتوا باليهود، شو ظل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أولئك طبعا اليهود استغلوا كل فرصة، عملوا الأبوابات عشان يحكموا سيطرتهم على الأقصى، يعني زادوها فرصة، فقام الناس خبطوا الحابل بالناوي. هسه في النتيجة سيتواجه المدني مع العسكري، والشرطة الإسرائيلية اليوم قبل شوي قبل ما أجيكم أعطى نتنياهو الشرطة الخيار في أن يتصرفوا بما يرونه مناسبا. تعرف لو بالأردن يتوجه للمغافر الأمر تصرفوا بما ترونه مناسبا، شو راح يصير فينا؟ بطخوا نص الجوفة والله، يا غير تتمدد الرجال بالشوارع. تصرف بما تراه مناسب، كل واحد بحط لي 5 طلقات بقطعوني او 6 بطخ له 6 لانه راه مناسب. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم، الله يكفينا كيد اهل البدع وشروره، اهل البدع هذول شرهم عظيم. تفضل يا سيدي.